صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكنو العربية، معكم جوزيف ظهرية، محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. اليوم رح أقوم بتغطية مباشرة ونقوم بتحليل الرسوم البيانية على أبرز العملات الموجودة عندنا على منصة التداول. قبل دخولي على الرسوم البيانية وعلى منصة التداول، مثل ما بتعرفوا بشكل يومي بنمر على الأجندة الاقتصادية أو الإيكونومي كالندر. اليوم ب 9/5/2018 الأخبار اللي عنا إياها وأبرزها هي FOMC Member Voting Speech اللي هي عندها هاي إمباكت. بتلاحظوا إنه عندي هون على نيوزيلندي دولار أو على نيوزيلندا الفوايد والستيتمنت والمونيتري بوليسي إلى آخره، هول كلهم هاي إمباكت أو تأثير عالي جدا على هذه العملة. فترقبوا اليوم فولاتيليتي أو تقلب عالي جدا على نيوزيلندي دولار. عندي على اليابان الكرنت اكاونت اللي هي طبعا تاثيرها مباشره على الين الياباني، بما انه اليوم او امس كان اعلن دونالد ترامب على انه بده يخرج من برنامج النووي مع ايران، فهذا الشيء اثر على الدولار الامريكي بشكل ايجابي. وبتلاحظوا انه اليوم عندي ببدايه جلسه تداول نهار الاربعاء عندي قوه للدولار الامريكي امام العملات والسلع الموجودة على منصة التداول، وعم تشوفها أو عم نشهد ضعف لليورو دولار الاسترليني وأسعار أونصة الذهب. فبهذه الحالة اليوم يعني بدنا نشوف وين نقاط الدعم اللي ممكن نرجع ندخل فيها بمراكز شراء، إذا ممكن هل يا ترى السيناريو يتغير عنا أو ممكن يكفي اتجاه الهابط ليكفي الدولار الأمريكي ارتفاعه وتحديد مستويات جديدة. طبعا بالنسبة لأسعار اليورو اللي بدي ابتدي أحلل الرسم البياني تبعه، طبعا عندي نقاط دعم على المدى القريب اللي هي تقريبا عند مستويات ال 118 21 او 118 25. بعدني مصر على انه نحن بعدنا عم نلاقي نقاط دعم معينه. اذا في حال بدي ابتدي انا بتحليل موجات اليوت على هذا الرسم البياني، بكل بساطه بدخل فيبوناتشي من موجه رقم 2 لاخر موجه رقم 3 لنلاحظ تقريبا انخفاض موجه رقم 4 وين ممكن تاخذنا. هلا بهيدي الحاله طبعا رح افرجيكم انا كيف اخذت موجات اليوت. رح نبلش بموجه رقم 1 اللي هي الموجه الاقوى اللي هي ابتدينا من القاع ارتفاع. ليش سميتها موجه رقم 1؟ اللي هي اول موجه اندفاعيه من وراء اخر قاص الجناح عند 102 ابتدينا بالارتفاع لعمله اليورو دولار. هيدي موجه رقم 2 الارتداد. هلا الموجه رقم 3 على طول بتتضمن خمس موجات، طبعا يعني بقلب موجه رقم 3 عندي خمس موجات اللي هن رح غير لهم بلونهم، خليني اقول رح يبطلوا باللون الازرق احطهم باللون الاحمر، اللي هي ايضا عندي موجه رقم 1 من 3، اوكي 2 من 3، 3 من 3، 4 من 3 و5 من 3 اللي انتهت عندي من فوق. فهيدي كلها موجه رقم 3 باللون الازرق اللي هي انتهت عندي عند اخر قمه وصلنا لها لزوج اليورو دولار اللي هي خلينا نسميها موجه رقم 3 او بيج ويف 3. هلا عندي الموجه رقم 4 باللون الازرق، موجه رقم 4 باللون الازرق اللي عم تنخفض، ممكن طبعا بما انه نحن اخذين فيبوناتشي من موجه رقم 2 باللون الازرق لاخر موجه رقم 3 باللون الازرق، مثل ما بنعرف انه موجه رقم 4 ممكن تسجل 38 او 50% من ارتفاع موجه رقم 3. يعني عم بتكلم انا على هذه المنطقه بالضبط انه ممكن نحن نلاقي نقاط دعم لها قبل ما نبتدي ارتفاع. وطبعا انخفاض اليورو دولار من هون بده يكون على شكل ثلاث موجات اللي هي اي بي سي، اوكي خليني اقول على هذا الشكل اي بي سي، وممكن نرجع نلاقي نقاط دعم بهذه المستويات نحن هون لنرجع نرتفع بمستويات جديده اللي هي ممكن تكون موجه رقم 5 عن جديد، ونستهدف مستوى ال 127 او 128. طبعا بهذه الحاله للمستثمرين او المضاربين على المدى القصير ما بيناسبهم انه يدخلوا بمنطقه بتضم اكثر من 200 او 300 نقطه، عم بتكلم من مستوى ال 115 لمستوى ال 118 منطقه الشراء. يعني طبعا منا كتير منطقية على انه ندخل هون وقف خسارة 300 نقطة وناخد مركز على المدى الطويل لنستهدف مستوى ال 127 او 128. فبهذه الحالة بالنسبة للمضاربين لازم يدخلوا على رسوم بيانية صغيرة، لازم يوطوا التايم فريمز من ديلي لفور اورز ليقدروا يعرفوا نقاط دخولهم بشكل خليني اقول يعني دقيق اكثر، ويعرفوا اذا هل يا ترى ممكن نكون انتهينا من موجه الانخفاض هون واقله نرجع نعمل باونس لثري ويفز اب او ثلاث موجات تصحيحيه اللي هي ممكن ترجع تاخذنا لمستوى ال 120 50 قبل ما نكفي انخفاض عن جديد، اذا في حال بدنا نكفي هذا الانخفاض لمستويات
38 او 50%. وانما نحن 3 باونس اب او ثلاث موجات ارتفاع تصحيحي ممكن تكون وارده عندي على المدى القصير لنرجع نشهد اليورو دولار ليرجع يستهدف مستويات ال 120 50. فهيدا بالنسبه للمضاربين هون اللي بيدخلوا على مراكز قصيره مع وقف خساره يعني بكون قريب جدا، ممكن نستعمل فيبوناتشي مندخل هذه المستويات لنشوف وين ممكن ندخل او وين ممكن نرتد بالنسبة لزوج اليورو دولار. لاول نقطة اول هدف هو مستوى 161% اللي هي عند مستوى 119.50، يعني عندي 100 نقطة من هون. طبعا بالنسبة للوقف الخسارة ممكن ايضا نستعمل فيبوناتشي يعني اكسبانشن او ريتريسمنت كمان لنعرف من اخر قمة لاخر قاع وين ممكن يكون وقف الخسارة عندي اللي هي تحت مستوى 161%، يعني عم بتكلم عن مستوى 118.00 خلينا نقول كحد اقصى وقف خسارة اذا بحال بدي ادخل بمركز شراء من هون مع تيك بروفيت او تحديد ربح على 119.40. هيدا بالنسبة للعملة الاوروبية الموحدة او زوج اليورو دولار. بالنسبة للاسترالي دولار طبعا هي تسمى الكوموديتي كارنسي مثل ما بتعرفوا، بما انه استراليا هو البلد اللي عنده اكثر شيء مناجم ذهب، فتاثير او الكوريليشن بين هذه العمله واسعار اونصه الذهب اذا بدكم شوي الكوريليشن متقربه، فبهذه الحاله عم نشهد ضعف ايضا لعمله الاوزي او الاسترالي دولار، بما انه الذهب عم بيشهد كمان تراجع من مستويات 1317 صباح اليوم الاربعاء لمستويات 1305. هلا بنشوف تقنيا وين ممكن توقع اسعار الذهب، هل يا ترى راح في اتجاه الهابط او هيدي مناطق مغرية للشراء. بالنسبة لزوج الاسترالي دولار كنا متوقعين نرجع نرتد لخط المقاومة قبل ما نكف اتجاه الهابط، وبهيدي الحالة طبعا شهدنا ضعف شوي سريع لهذه العملة. بهيدي الحالة ممكن نرجع نستهدف ويف بي على اسعار الاسترالي دولار اللي هي ممكن تاخذنا لمستوى ال 61% او مستوى 76.4%. عم بتكلم طبعا على المدى الطويل انا هوني، يعني عم بتكلم مستويات 58 وال 71 اللي هي هذه المستويات اللي هي ويف بي ممكن تكون انتهت عندها. بما انه انا عم بقول ويف بي، يعني ليش سميتها ويف بي؟ بكل بساطه لانه انا عندي هون ويف اي خليني اقول او بيج اي، اوكي بيج اي اللي انهيناها هون، رجعنا دخلنا بيج ويف بي، وعم بتكلم اللي هي هون بيج ويف بي اللي هي دخلنا فيها بمرحله افقيه وعلى شكل مثلث، اوكي بهذا الشكل، اوكي فبهذه الحاله هون عندي سمول ويفز بقلبها اللي هي هون A B C D و E. رجعنا ارتفعنا ويف سي اللي هي كانت على شكل خمس موجات اذا بدكم لاخر قمه سجلناها على زوج الاسترالي دولار اللي هي تقريبا عن مستويات 0.80-70. هون عندي بيج سي، اوكي بيج سي قد انتهت، واللي هي هون تسجلت ذا بيجست او بيج اي، خليني اقول بيج اي، اوكي فبهيدي الحاله هون انهينا اي بي سي بيج اي، فينا نسميها دبليو اكس واي بيج اي مش مهم، او خلينا نسميها هون دبليو، اوكي احسن من نقول اي وبيج اي ونضيع شوي، هون خلينا نسميها دبليو. رجعنا هون خفضنا ب اي بي سي بي سي اللي هي اكس، طبعا عم نسمي هون اكس، اوكي وعم نرجع نحن نتوقع انه ممكن نرجع نلاقي مناطق دعم من هذه المستويات، مستويات ال 61.76% لنرجع نرتفع ب بيج سي اللي ممكن تاخذنا لمستويات 0.89 او 0.91. فبهذه الحاله تقريبا بنكون للاسترالي دولار انهينا ثلاث موجات تصحيحيه على المدى الطويل اللي هي خلينا نقول هذا الارتفاع موجه رقم 1، موجه رقم 2، وموجه رقم 3. فبهذه الحاله هون بكون عندي ثلاث موجات تصحيحيه، وانا ما طبعا على يعني بشكل اكثر بروفيشنال او دقيق لانه عندي تقلبات على الرسوم البيانيه. فبهذه الحاله ترقبوا هلا انه ممكن نرجع نلاقي مستويات دعم على زوج الاسترالي دولار قرب مستويات 73 او 72 كحد اقصى قبل ما نرجع نبتدي بموجه اندفاعيه جديده الى الاعلى لنستهدف مستويات اعلى. هيدا بالنسبه للاسترالي دولار او للكوموديتي كارنسي. اذا بدي ارجع انتقل من الاسترالي دولار لجنيه الاسترليني، كنا كمان ايضا تكلمنا عن مستويات دعم اللي ممكن تكون قريبه من هذه المستويات، خليني اسميها تقريبا مستويات يعني الخطوط الدعم اللي هي تقريبا عمرها اكثر من سنتين اللي هي ديسمبر
2016 او سبتمبر 2016 كان عندي هذا خط الدعم اللي موجود امامي هوني، وكنت انا انه من ورد ما يتم اختراقه عندي ضعف ممكن نواجهه، ولكن ارتداد لخط المقاومه كمان ما بيمنع قبل ما نكفي اتجاه الهابط عن جديد. هيدي بالنسبه للجنيه الاسترليني على المدى الطويل، بينما اذا ما ندخل على المدى القصير للاربع ساعات طبعا ممكن نعرف انه نحن صار عنا اشاره شراء من وراء شمعة أمس اللي حصلنا عليها اللي هي النمط الاحتوائي باللون الأخضر، فبهذه الحالة سجلنا مستوى أوطى من الشمعة اللي قبله وأغلقنا فوق افتتاحها من وراء ارتداد معين واستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت. طبعا ندخل بمراكز شراء قرب مستوى 76.4%. أتوقع أن نرجع نشهد ارتفاع على استرليني دولار أقله لمستويات تقريبا 36.08 اللي هي آخر قمة انخفضنا منها طبعا هوني، وإذا تم اختراقها عم نرجع نشهد طبعا نشهد ارتفاع أكثر لنرجع نستهدف مستويات القمة الأخيرة اللي هي عند مستوى 136.70. فبهذه الحالة أتوقع ارتفاع الاسترليني دولار ممكن بهذه الحالة خلال جلسة اليوم الأربعاء، إذا في حال شهدنا على ارتفاع الاسترليني دولار يعني ممكن أن نرجع نتوقع ضعف للدولار الأمريكي أمام هذه العملة، وبكل بساطة نرجع نشهد ارتفاع لزوج اليورو دولار أيضا، ونرجع كمان نشوف شوية إذا بدكم تصحيح لأسعار أونصة الذهب. فبهذه الحالة الجنيه الاسترليني هو اللي عطينا إشارة شراء من وراء نمط الاحتواء اللي حصلنا عليه على القاع، فبهذه الحالة تركبوا أنه ممكن اليوم يرجع يصير عندي تغيير بالاتجاهات واتجاه معاكس لمعظم العملات الموجودة عندي على منصة التداول، فترقبوا أنه ممكن دولار الأمريكي يرجع يضعف. بهذه الحالة إذا ندخل على الدولار ين يعني ممكن يكون عم نسجل ويف بي، هلأ ويف بي اللي هي ممكن تكون انتهت عن مستويات 76 أو 84% اللي هي هون آخر أمل لها عن مستويات 109.80 أو 81. هيدي الكمة اللي ممكن تكون انتهت عندها موجة بي اللي هي ABC بي، ونرجع نبتدئ موجة سي لنرجع نستهدف مستويات 108 أو أقل حتى. فبهذه الحالة إذا في حالنا نشهد ضعف على الدولار الأمريكي لازم من هذه المستويات هون قربنا، فبكون بعد ما ابتدينا بالجلسة الأوروبية على الساعة 10 صباحا الجلسة الأوروبية ممكن ترجع تدعمنا هلأ، ونرجع تعطينا إشارة انعكاسية لمعظم العملات الرئيسية لنرجع نشهد ضعف للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ونرجع نشوف تصحيح لليورو دولار للسليني دولار وأسعار الذهب. بالنسبة لأنصة العملة الرقمية المشفرة أو البيتكوين وصلنا لمستويات 9900 وارتدينا منها بشكل أساسي أو بشكل واضح لمستويات 9071. كنت تكلمت أمس على السايكولوجيكال ليفل، سايكولوجيكال ليفل اللي هي 10000 دولار لسعر البيتكوين، ارتداد لمستويات 8000 أو 8400 وارد جدا ثري ويف كوركتيف لنرجع نشهد ارتفاع أيضا من هذه المستويات. فهلا أترقب أنا أو أتوقع أنه ممكن نرجع ندخل بمرحلة أفقية للبيتكوين، أوكي؟ فبهذه الحالة يعني ممكن أنه ترجع يعني من وراء ما نلمس مستوية الدعم لأسعار البيتكوين نرجع نرتفع عن جديد لنستهدف مستوى 11000 و13000 على المدى الوسط للمدى القريب. هيدا بالنسبة لأسعار البيتكوين. بدي أرجع أنتقل لأسعار النفط اللي هي ممكن نكون عم نشهد هلأ شوي إذا بدكم ارتفاع من وراء الأخبار والتشنجات اللي حصلت من وراء دونالد ترامب والبرنامج النووي مع إيران، فشهدنا تقلبات أمس، رجعنا شفنا سيل أوف لأسعار النفط اللي هي سجلت انخفاض ضخم من مستويات 70 لمستويات 67، يعني 3 دولار انخفاض، وفورا رجعنا انعكسنا باتجاه معاكس لنرجع نستهدف نيو هايز عن جديد وقمم جديدة. فبهذه الحالة الدولار يرجع ضعف أمام النفط، برميل النفط وبرميل النفط عم يسجل مستويات عالية اللي هي مستويات 71 دولار اللي هي مظهرة من أكثر من 3.5 سنوات. فبهيدي الحالة هوني ممكن الدولار كاد يرجع يشوف إذا بدكم ضعف، ونرجع نضغط بشكل سلبي على الدولار كاد لنرجع نشهد انخفاض من هذه المستويات، بما أنه الدولار كاد أو الكندي خليني أقول بيمشي مع النفط، ولكن إذا قلنا الكندي بيمشي مع النفط يعني عكس الدولار الكندي، بما أنه هذا الزوج بيبتدي بالدولار الأمريكي، يعني الدولار الأمريكي ممكن أنه يضعف أمام الكندي بما أنه الكندي والنفط عم بيرتفعوا. فبهيدي الحالة هوني
إذا في حال شهدنا انخفاض للدولار كاد، هذا الشيء بيدعم نظرية الدولار ين اللي تكلمنا عنه إنه هذه موجة بي ونتركب هلأ موجة سي للانخفاض. يعني هذا كمان أيضا بتدعم نظرية إنه ممكن زوج اليورو دولار يرتد من هون إلى الأعلى، وأيضا الاسترليني دولار تعطيني إشارة شراء، وممكن أيضا نرجع نشهد تصحيح لأسعار الذهب لمستويات 1313-1311 خلال هذا النهار في جلسة نهار الأربعاء. بالنسبة لهذه الجلسة كنت بعد بدي مر أيضا على المؤشرات الأمريكية اللي هي الاس بي 500. كنا شاهدنا أمس أو من يومين تقريبا هذه الكم اللي سجلناها مستويات الدبل توب اللي هي عن مستوى 1682، عم نرجع نزورها هلأ ونقرب منها. إذا في حال تم اختراقها عم نرجع ننبش على سيناريو على المدى الطويل ضخم جدا اللي هي ممكن تكون تراينجل أو مثلث على المدى الطويل، اللي هي المحللين التقنيين هلأ عم يتكلموا عليها. إذا في حال هذا المثلث كان مظبوط وارد عنا، يعني نتكلم عن موجة الخامسة اللي هي ممكن تخدمنا 3100، ف يعني أنا بستبعد إنه ممكن يعني يكون عندي هذا السيناريو بالنسبة للتراينجل أو خلينا نقول المثلث اللي هي بموجة رقم 4، وعندي بعد موجة رقم 5 اللي ممكن تستهدف مستويات 3000 و3100. بينما إذا في حال نحن بدنا ناخذ سيناريو سلبي من هون، أتوقع إنه نحن ما يتم اختراق عندي آخر قمة اللي هي 2715. هيدي بالنسبة لي آخر سيناريو أو آخر أمل للسيناريو الهابط على الـ SP 500، وممكن يكون عندي خط مقاومة هون عند المثلث، خليني أخذها بعين الاعتبار وجرب أن أدخل فيها بمراكز بيع ونعزز مراكز البيع عنا. هيدا بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. طبعا قويت من وراء أخبار مبارح وأخذ السوق يعني انسحاب الولايات المتحدة من برنامج النووي، أخذ السوق أو امتصها بشكل إيجابي، مش هناك عم نشهد ارتفاع لمستويات أعلى. بالنسبة لي أنا التغطية المباشرة كانت انتهت هون، إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من المعلومات اللي عم نقدمها وعم تاخدوها بعين الاعتبار أقله لتعرفوا الاتجاهات المنتظرة أو السيناريوهات المفترضة أيضا على العملات الرئيسية والسلع الموجودة عندي على منصة التداول. كان معكم المحلل التقني جوزيف دهري من شركة تكمل. بدي نبهكم قبل نهاية هذه الجلسة من المخاطر العالية، وهذا التداول طبعا في العقود ومقابل الفروقات أو CFDs ممكن تكون يعني المخاطر فيها عالية، والشخص اللي بده يدخل فيها لازم يكون عنده مستوى الخبرة المعينة والرغبة في المخاطرة، وممكن انه يتحمل خسائر تتجاوز رأس مال المستثمر او الكابيتال اللي دخل فيه. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق وبتمنى لكم نهار مثمر. بشوفكم بجلسة بعد الظهر، الى اللقاء.